السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سنقوم بتقديم درس بالنسبة لمستوى الثالث الإعدادي والذي يخص لنا الدالة الخطية والدالة التألفية. بالنسبة لهذه الحصة سأتكلم فقط عن الدالة الخطية، والحصة التالية سأتكلم عن الدالة التألفية. بالنسبة أول حاجة قبل ما نمر الدالة تعريف الدالة الخطية، إحنا كنا بالنسبة للمستويات الابتدائي هناك تلاحظون او تسمعون ما المقصود بالدالة الخطية. ليس مصطلحا ولكن كنتم تقوم بتطبيق ديالو. مثلا عندما كان يقول لكم الاستاذ مثلا العلاقة التي تربط الضغط الجوي بالارتفاع، يعني دائما ملي كتسمعوا العلاقه بين الضغط الجوي وعلاقه الضغط الجوي بالارتفاع، فاننا كنا نتكلم بطريقه غير مباشره عن الداله الخطيه، او عندما كنتم تتكلمون عن المسافه المقطوعه بدلاله الزمن. عندما كنتم تتكلمون عن المسافه المقطوعه بدلاله الزمن فاننا كنا نشير الى داله خطيه، ولكن لم نكن نتكلم عنها. اولا ساقوم بتعريف الداله الخطيه. ما المقصود بصفه عامه بالداله الخطيه؟ لاحظوا معي جيدا، ليكن ا عدد حقيقي، خاص يكون عندي واحد ا عدد حقيقي. العلاقه التي تربط اكس بمتغير حقيقي ا اكس تسمى داله خطيه، ونرمز لها بمجموعه من الرموز. تقدر تلقى في التمرين رمز اف، قرات تمرين اخر رمز جي، قرات اش اكا الى اخره. هناك مجموعه من الرموز بالنسبه للداله الخطيه، فونكسيون عندها بزاف ديال الرموز وتكتب، وهنا سنمر الى الكتابه ديالها. لاحظوا معي جيدا، اف لاكس تساوي ا اكس، هذه هي الكتابه الحقيقيه للداله الخطيه. وهناك كتابه اخرى اف لاكس ا اكس، يعني هناك نفس الكتابه، اما تجدونها على هذا الشكل او على هذا الشكل فانها تمثل داله خطيه. وهذا ا عدد ماذا؟ عدد حقيقي، يعني هذا ا عدد حقيقي، يعني نقدر نعطي 3 4 5، يعني غير عدد. وساقوم باعطاء بعض التمارين، ولكن قبل ما نمر الى التمرين اعطيكم واحد ملاحظه بسيطه. لاحظوا معي جيدا، اف لاكس تساوي 5 اكس، هل هذه داله خطيه؟ اقول يا نعم استاذ. لماذا؟ ا عوضته بخمسه، اف تساوي ا اكس داله خطيه. تخيل يعني اذا ذكرت اف لاكس تساوي ناقص 7 ناقص 7 اكس، واش داله خطيه؟ اقول لي نعم استاذ، ا عدد سالب اذا داله خطيه. إذا جيت قلت لك اف لاكس تساوي جذر 7 اكس، دالة خطية. نعم أستاذ، عبارة عن دالة خطية، يعني هذا ا عدد حقيقي، سواء عدد في جذر سواء سالب سواء موجب سواء عدد كسري عدد عشري فإنه تكتب على. واش هذه دالة خطية؟ لا. لماذا ليست دالة خطية؟ لأننا لدينا هناك إضافة. علاش الدالة الخطية الشكل ديالها شنو هو؟ اف لاكس تساوي ا اكس. هذا اول حاجه التلميذ خاصو يميز ليا، هو بصفه عامه يعرف ليا شنو هو الرمز ديال الداله الخطيه. هو درس بسيط ولكن التلميذ خاصو يلاحظ مزيان، علاش؟ باش ما نضيعش فيه النقاط ان شاء الله في الامتحان الجهوي. سامر الى التمرين لكي اطبق فيه هاد المصطلحات بصفه عامه، ساعطيكم مثال. لاحظوا معي، ساقوم باعطاء مثال. لتكن اف دالة خطية معرفة بما يلي. عندك واحد دالة خطية، مثلا اف لاكس تساوي، ناخذ مثال 2 اكس. عندك دو كيستيون، جوج تاع الاسئلة اللي كيتحطوا دائما في جميع التمارين. السؤال الأول والسؤال الثاني، سؤالين. السؤال الأول حدد صورة الأعداد التالية، يعني 2 و 5 و 3 بالدالة F، يعني تحديد صورة.
عطيني مجموعة من الأعداد نحدد الصورة ديالو. السؤال الثاني، حدد الأعداد التي صورتها 5 وناقص 2 و 3. هنا التلميذ اللي خاصو يلاحظ يقول لي أستاذ لي كيسيون كاين واحد لا ديفيرونس. شو السؤال الأول؟ حدد صورة الأعداد. شو السؤال الثاني؟ حدد الأعداد التي صورتها. دونك التلميذ خاصو بعدا يركز ليا على هادو كيسيون باش التلميذ ما يبداش يرول ليا في التمرين ديال الأستاذ كذا. ها جوج الأسئلة اللي خاصو يركز ليا باش ما يخلطش ليا التمارين. ملي نقول لك حدد صورة شنو غدير؟ وأنا غنعطيك شنو غدير. ملي نقول لك حدد الأعداد التي صورتها، ها شنو خاصك تقول لي شنو غدير؟ غنبدأ بالإطاب الأولى. حدد الأعداد التي صورتها، شوفوا معايا، لدي إف لي إكس تساوي 2 إكس. باغي الصورة ديال العدد الأول اللي هو 2، إكس لعوضتها بـ 2، إكس غنعوضها بـ 2، إكس عوضتها بـ 5، إكس غنعوضها بـ 5، إكس عوضتها بـ7، إكس غنعوضها بـ7. هذه هي تحديد الصورة، بسيطة. مثلا إف صورة ديال 2، 2 في 2، هاي إكس هنا عوضتها بـ 2، هنا غنعوضها بـ 2. إذا إف ديال 2 كتساوي 4. واش كنجي نكتب؟ 4 هي، 4 هي صورة ماذا؟ صورة 2 بالدالة إف. بسيط. يعني مين نقول لك حدد صورة الأعداد، ها الطريقة شنو كدير؟ يعني كتحدد لي صورة الأعداد، يعني إف 5 غتعوض لي هنا 5، إف 6 غتعوض لي 6. الحالة الثانية، مثال، جا الأستاذ حدد صورة 7 تساوي هالدالة 2 في إكس عوضتها بـ7، إكس غنعوضها بـ7، إذا الصورة ديال 7 هي 14، وكتجي تكتب الأستاذ 14 هي صورة 7 بالدالة إف، يعني هنا عطيتك كيفاش غتحدد صورة الأعداد، لي زيماج ديال الأعداد خاص التلميذ ما يبقاش يخطأ ليه. قلت لك صورة ديال 7 إكس عوضتها باش بـ7، إكس أخرى بـ7، قلت لك إكس عوض صورة ديال 9، إكس عوضي بـ9، وإكس عوضي بـ9، ودير عملية حسابية بسيطة. ندوزو السؤال الثاني، لاحظوا معي جيدا، ما قالش لي دابا حدد صورة، قال لك حدد الأعداد الذي صورتها 5 وناقص، يعني قال لي دابا خاصني نقلب على العدد. قلت لي أستاذ بسيطة، لاحظوا جيدا، إف لإكس تساوي 2 إكس، هذه الدالة اللي عندي اللي عاطيها لي في التمرين، داكشي اللي عندك في التمرين كتحطيه بضاعة حطها لي. أش قال لك؟ إف لإكس صورة، باغي نحدد الأعداد التي صورتها. يعني باغي نحدد الصورة ديال 5. يعني شنو درت دابا؟ يعني أنا بصفة عامة باغي نقلب سؤال ثاني، باغي نقلب على إكس. السؤال الأول عوضت إكس، إكس هي اللي عوضت فيها، عندي غير عوضت. السؤال الثاني هذيك إكس ما عنديش دابا، أنا خاصني نقلب عليها. لاحظوا جيدا، إف لي إكس كتساوي 2 إكس، و إف لي إكس تساوي 5، يعني هالدالة متساويين. هادي هي هادي وهاد نفس الدالة هي، يعني بحال متساويين هاد جوج دالة، يعني هاد العدد كيساوي هاد العدد، إذا 2 إكس تساوي 5. يعني شنو باغي نقلب؟ باغي نقلب على إكس. إذا غنحل بحال نحل المعادلة، إكس تساوي 5 على 2. أنا وجدت العدد، يعني أش كنجي نكتب الأستاذ؟ 5 على 2 هو العدد، لاحظوا ما هو 5 على 2 هو العدد الذي صورته ماذا؟ صورته ماذا بحث؟ صورته 5 بالدالة إف. يعني بصفة عامة بسيطة، من يقول لي يا أستاذ حدد الصورة، إكس كنعوض فيها. ثانيا من يقول لي يا أستاذ حدد الأعداد الذي صورتها، كنمشي نقلب على إكس. إكس أنا عندي هذاك إكس مجهول، خاصني نمشي نقلب عليه بحال غنحل معادلة وبسيطة. وسنمر إلى المثال الثاني، مثال بسيط في نفس
علاش باغي نحدد دابا؟ باغي نحدد العدد الذي صورته ناقص 2، يعني باغي نمشي نقلب على اكس. نفس الطريقه اف لاكس تساوي 2 اكس، والاف ديما شوفوا معايا اف لاكس كتساوي ناقص 2، يعني ناقص 2. من بعد شنو عندي؟ نفس الداله هذه كتساوي، يعني هذا العدد كيساوي هذا العدد، يعني بصفه عامه 2 اكس تساوي ناقص 2. وغنمشي نقلب على هذا اكس، نبحث عن اكس، اذا اكس تساوي ناقص 2 على 2 اللي هي ناقص 1. ناقص 1 هو العدد الذي صورته ناقص 2 بالداله اف، يعني بصفه عامه لاحظوا واؤكدها هناك سؤالين جميل خاصو يدير من احدى منهم مزيان. الى قال لي الاستاذ في التمارين او في الامتحانات الى بديت احدد صوره الاعداد، حدد صوره الاعداد اكس كنعوضها صافي وساليش. ملي يقول لي اصل حدد الاعداد التي صورتها، هنا اش كنمشي ندير؟ كنمشي نقلب على اكس، يعني بحال كنحل معادله. هادو دو كيستيون كيكونوا دائما في الداله الخطيه، ومن بعد سامر يعني عن بحث عن المعامل، معامل الداله الخطيه. المرحله الاولى سالينا منها، سنمر الى المرحله الثانيه. حدد، لاحظوا السؤال هنا كيكون تحديد معامل الداله الخطيه. باغي نقلب على معامل سهلة. نقول يا أستاذ لدي دالة بصفة عامة شنو هي؟ اف دي اكس تساوي ا اكس، هذه هي الدالة الخطية. يعني هنا لدي ا، في الأول ملي أنا قدمت لك الدرس شنو قلت لك على ا؟ قلت لك ا عدد حقيقي. دابا ملي عنده دابا تحمق ا يسمى معامل الدالة الخطية، معامل ديالها. يعني هاد ا هو اللي غنمشي ندير فيه، هذاك الشيء بحال المعادلة. واحد جيد، ملي تلقى ا كتساوي بي في اكس، بغيتي تقلب على هاد بي، هذا كيبقى في بلاصتو، هذا كيبقى في بلاصتو، بي هي اللي كنقلب عليها، هذا اللي لاصق في اكس لاصق في بي غنقسمو، يعني عملية الضرب كتحول القسم. هاي يعني نفس هاد الطريقة غنطبقها هنا. يعني شنو باغي نقلب انا؟ باغي نقلب على ا، ها ا تساوي ندير واحد القسم، هذا بقى في بلاصتو، هاي واللي لاصق في ا بغيت تقسم. ها يعني بصفة عامة من يقول لك أستاذ ابحث عني حدد المعامل الدالة، يعني ا كتساوي اف لي اكس لي اكس، هنا اللي غنأكد عليها التلميذ مجموعة من التلاميذ كيلقاو صعوبة فيها. واحد وجيد، من يقول لك ا شوف معايا، إلا كانت عندي اف ديال خمسة غتلقى خمسة، علاش اكس اكس؟ لقيتي اف ديال 7 غتحط ليا هنا 7، لقيتي اف ديال 8 حط ليا 8، لقيتي اف ديال 9 حط ليا 9، ما تبقاش ترول لي في التمر، يعني سؤال حط ليا، يعني لقيتي 3 حط ليا 3، 4 حط على 4، مثلا نعطيك مثال. هذا بصفة عامة هذا هو التعريف ديال المعامل الموجه. نعطيك مثال، حدد معامل، سؤال بسيط، حدد معامل الدالة الخطية حيث اف ديال 3 كتساوي 9. جا الأستاذ اش عطاك؟ عطاك اف ديال 3 كتساوي 9، قال لك حدد لي معامل الدالة الخطية. تقول لي يا أستاذ أنا غنمشي نطبق القاعدة، دير لي التطبيق ديال القاعدة. يقول يا أستاذ ا كتساوي اف ديال اكس على اكس. والاستاذ يقول لي استاذ عندي اف ديال من ديال 3، هاكا تخيل. يقول لي استاذ ا كتساوي اف ديال 3 على من 3 على 3، مثلا اف ديال 7 غنحط 7، اف ديال 6 غنحط 6، وغنجي ندير تعويض. اف ديال 3 شحال كتساوي؟ كتساوي 9، حط 9. هادشي حطيته عوضته بالعدد ديالي، و 3 مقسم على 3، إذا أش كتساوي؟ 9 مقسم على 3 هي 3، إذا معامل هاد الدالة الخطية هي هو 3. يعني بصفة عامة عندما يطلب منكم تحديد معامل الدالة الخطية، هذه هي طريقة بسيطة. ونعطيكم واحد المثال كبسيط سريع باش نمروا أشياء أخرى.
فاش هذا كيجي الاستاذ كيقول لك لدينا جي النوع دابا لدينا جي داله خطيه معرفه بما يلي كيعطيك جي كيقول لك مثلا 15 كتساوي 5 فاش جي ديال 15 كتساوي 5 حدد معامل الدال قول لي يا استاذ نفس لاميطود ا كتساوي جي ديال من ديال 15 ديال 15 علاش غنقسمها على 15 بحال باش التلميذ ما يدوخش لي جي ديال 9 حط 9 جي ديال 17 حط 17 علاش اكس اكس من بعد غندير التعويض جي ديال 15 شحال كتساوي هاي 5 على 15 يعني اختزل اللي هي 1 على 3 يعني 1 على 3 هو معامل الداله الخطي هذه بصفه عامه يعني لاحظوا معي جيد وذكر اخوان في نفس الوقت بالتذكير السؤال الاول حدد صوره ديال الاعداد السؤال الثاني حدد اعداد الذي صورتها الحاله الثانيه الحاله الثالثه تكلمت على معامل الداله الخطي والحاله الثالثه غنتكلموا على الميبيان الميديان ديال هاد الدالة الخطية يعني كيفاش نمثل الدالة الخطية لاحظوا معايا جيدا تمثيل الدالة كيفية تمثيل الدالة الخطية يعني بالصور لدينا ام اكس اف لإكس يعني مجموع النقاط ديال واحد الدالة يعني بصفة عامة اكس اف لإكس يعني هنا شنو كيمثل لي ملي غنمثل انا في واحد الداله الخطيه مثلا لدينا جي لاكس كتساوي 3 اكس يعني ملي غنتكلم على معلم ها هو معلم واحد المعلم ها هو معلم متعامد ممنظم يعني مثلا اون اي جي غنقسمو نقوم بالتقسيم ديالو نفس الواحد ها هو بس هنا دائما محور الافاصيل وهنا محور الاراجي غيقول لي استاذ راه عطيني واحد الداله بغيت لي مثلها شنو غادي يدير التلميذ خاصو شنو هما النقاط ديال المحور درتو في المعلم في المستوى هنا محور هنا النقاط اللي كتمثل لي محور الافاصيل وهنا محور الاراجي اش كتجي دير لاحظوا جيدا كتجي ترسم واحد هي واحد جدول بحال شنو دوك هو خذ نقطتين كافيتين من اجل تمثيل هذا المستقيم ديال هذا الدال تجي دير ليا اكس هنا اف اكس لاحظ اكس داكشي اللي عوضت في اكس خذ النقاط اللي بغيتي يقول لي السر غناخذ جي عند بواحد اكس عوضتها بواحد اكس عوضها بواحد 3 في 1 شحال كتساوي 3 يعني الصوره ديال واحد كتساوي 3 يعني الا خديتي واحد غتلقى هنا 3 الا خدينا مثلا جي ديال 4 الا خديتي 4 3 في 4 كتساوي 12 يعني الا خديتي 4 غتعوض هنا 4 وهنا 4 غتلقى 3 في 4 12 والا خديتي 0 هنا غنتكلموا على اصل المعنى خديتي 0 3 في 0 0 0 يعني غيمر ليا من اصل المعنى يعني دائما عندما يقول لك الاستاذ قم بتمثيل الداله الخطيه خاصة تمر عليا من اصل المعلم الا ما مرتش من اصل المعلم راه بان هناك اشياء خاطئ فيها في العمليه الحسابيه هنا غنقوم بالتمثيل هذا محور الافاصيل هذا محور الاراجي واحد مع ثلاثة غنمشي نمثل صورة واحد مع ثلاثة ها واحد مع ثلاثة ها هي النقطة الأولى هاي النقطة الأولى مثلت بلا ما نمشي نمثل 4 مع 12 حيت غيكون عندي طويلة غنمشي نمثل 0 مع 0 يعني أصل المعلم 0 مع 0 وأقوم برسم مستقيم الذي سيمر من أصل المعلم هذا بصفة عامة التمثيل الميدياني لدالة خطية يعني بصفة عامة من يقول لك أستاذ صورة ارسم جدول راسي واحد الجدول دير اكس ويف لي اكس وحط لي هنا واحد وقلب على الصوره ديال حسب بحال التمرين الاول حدد صوره الاعداد غنمشي نقلب على تحديد صوره الاعداد من بعد ملي قمنا بتحديد
صورة شبه الأعداد. وقمنا بالتمثيل سأتكلم عن ملاحظة جيدة اللي هي هانت ترسم فيها الشيء كيجي يقول لك أستاذ واش سؤال بسيط كيعطيك أستاذ واحد النقطة يقول لك هل هي تنتمي إلى المستقيم أو إلى الدالة على الخطية. ملاحظة اللي هي أساسية خاصنا نكتبوها هذه ملاحظة سنقوم بكتابتها ذات إحداثيات. ناخذ واحد النقطة ذات إحداثيات أول يعني عدة إحداثيات يعني محور الأفاصيل ومحور الأراضي. أش قال تنتمي أ تنتمي إلى ماذا؟ تنتمي إلى المبيان الدالة الخطية. هيتا هاد النقطة هادي كتنتمي ليا المبيان. هيتا صورة أساسية مني تلقى صورة ديال أ كتساوي ب. هذا من هاد السؤال هاد لي كاسيون كي دائما كيتشرح يعني كيقول أستاذ هل هذه النقطة تنتمي؟ نعم أم لا؟ علي الجواب ها خصك تمشي تحسب الصورة ديال أ خصك تعطيك هنا ما عطاتكش عرف الجواب ديالك خاطئ. غير نعطيكم مثال يعني كنأكد على هاد الملاحظة اللي هي أتونسيون خصنا نحلو منها حيت هي بسيطة يعني هي اللي شوية فيها بعض التغارش ولكن بالنسبة لمعظم التلاميذ راه تجيهم بسيطة ما عندهمش فيها مشكل. سأقوم بإعطاء مثال اللي هو مثال بسيط لتكن جيل إكس ذات إحداثيات ناقص 3 إكس. ها السؤال هل أ و ب تنتميان إلى الدالة يعني هل مثلا أ ذات إحداثيات مثلا ناقص 2 6 و ب ذات إحداثيات خذوا اللي بغيتو 4 5 يعني غناخذ جوج تاع النقط. هل تنتمي هل النقطتين ينتميان هل أ و ب تنتميان إلى مبيان الدال يعني دو كيس يعني هاد أ و ب واش كتنتمي لهادشي. ها التلميذ اللي غيجي يقول لي أستاذ بسيطة غيجي يقول لي أستاذ غنمشي نحسب الصورة ديال ناقص 2 خاصها تعطيني 6 غنمشي نحسب الصورة ديال ناقص 2 خاصها تعطيني 6 إلى لقيتها كتساوي 6 تنتمي نعم تنتمي إلى ما لقيتيهاش كتساوي 6 لا تنتمي. يعني هاد لي كيسيون لي كيتعطاو في مجموعة من التمارين الكيمياء خاص يكون ضابط شغلو مزيان غنمشي نحسب الصورة نقول يا أستاذ لدينا جيلي إكس كتساوي ناقص 3 إكس يعني إكس غنعوضها بناقص جوج إكس غنعوضها بناقص جوج جي ناقص 2 ناقص 3 في ناقص 2 هاي ناقص 2 ناقص 2 إذا ناقص في ناقص زائد 3 في 2 6 إذا ناقص 2 صورة ديال ناقص 2 تساوي 6 هاي ناقص 2 تساوي 6 إذا النقطة أ تنتمي إلى المبيان يعني بسيطة يعني تيني خصو يضبط غير القواعد ديالو في الرياضيات راه ما غايقدش حتى شي صعوبة في أي تيم يعني أؤكد على ضبط القواعد جيد. سأمر إلى النقطة الثانية بي واش تاهي تنتمي شنو خاصني نلقى؟ خاصني نلقى الصورة ديال 4 كتساوي 5 لقيت 4 كتساوي 5 تنتمي 4 ما كتساويش 5 لا تنتمي. سأقوم بحسابها سريعا إذا جي غنمشي نحسب الصورة ديال 4 فهمتي أنا دابا غنحسب هاد الصورة ديال 4 شحال كتساوي غنرجع الدالة جي اللي إكس تساوي ناقص 3 إكس غنمشي نحسب جي ديال 4 كتساوي ناقص 3 في 4 إكس عاودتها ب 4 غنعوضها ب 4 شحال عطاتني ناقص 12 يعني الصورة الصورة ديال 14 عطاتني ناقص 12 ومن الصورة ديال 14 كتساوي 5 إذا لا تنتمي. يعني ببساطة يعني التلميذ خاصو غير يضبط القواعد ديالو مزيان وأنا فهمت كنأكد عليك ضبط القواعد ديالك مزيان وغتكون من الممتاز ما غيكونش عندك مشكل. هذه كخلاصة أخيرة غنزيدكم واحد الأمثلة واحد المثال اللي تا هو كيتعطى
في مجموعه من الامتحانات واحد ما جيدا، مجموعه من التمارين ما جينا مثل هذا السؤال اللي هو سريعا ساقوم به اللي هو لاحظوا معي جيدا. كان الاستاذ معلم مثلا معلم حلو كيجي يقول لي واحد المستقيم يمر من هذا المعلم، كيجي الاستاذ كيقول حدد حدد مثلا ناقص واحد ناقص اثنان ناقص ثلاثة واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة ناقص واحد ناقص اثنان ناقص ثلاثة. كيجي الأستاذ كيقول لك كيعطيك ميليان وكيقول لك أنت اللي بحث ليا على الدالة الخطية ديال هذا الميليان، يعني أنت كتلميذ اللي خاصك تبحث ليا على الدالة الخطية، يعني بصفة عامة تلميذ شنو كيعرف على الدالة الخطية؟ جي لي إكس كتساوي ماذا؟ أكس. يعني بصفة عامة أش خاصو يمشي يدير؟ خاصو يمشي يقلب على المعامل الموجه. وأنت شنو كتعرف على النقطة؟ إلا كانت النقطة مثلا أ اش كتساوي اكس اف اكس جي لي اكس، خصك تمشي تقلب لي على نقطه، يعني محور الافاصيل ومحور الاراضي ببساطه. غير تمشي تاخذ النقطه اللي عجبك، النقطه اللي اختاريتي، اختار لي هذه النقطه شنو هي ذات الاحداثيات. هاني قول يا استاذ لدينا ا ذات الاحداثيات محور الافاصيل واحد ومحور الافاصيل هنا نتكلم على محور الافاصيل ومحور الاراشيد، يعني ناقص واحد واحد ها النقطه اللي خدمت هادشي اللي خد ليا الاستاذ قال لي خاصني هاد النقطه اش خاصني نمشي ليك يا استاذ غنمشي نقلب على المعامل الموجه، يعني اش كتساوي جي ديال اكس على اكس اكس شحال هاد كما شرحت لكم قبيله ها اكس ها جي لي اكس اكس شحال هنايا ناقص واحد، يعني اش غنمشي التلميذ يدير جي ديال ناقص واحد على ناقص واحد اكس اكس وغيمشي جي لي ناقص واحد شحال كتساوي واحد، اذا واحد على ناقص واحد، اذا اش كتساوي واحد مع واحد غتختلف اللي هي تعطيني ناقص واحد، يعني المعامل شحال ا يساوي ناقص واحد، يعني الداله شنو هي بصفه عامه جي لي اكس كتساوي ناقص اكس يعني ناقص واحد اكس هي ناقص اكس. يعني هذا السؤال علاش عطيته لكم بصفه عامه هو الاخير، علاش بعض الاساتذه اش كيجيب كيعطيك ميليان يقول لك انت اللي بحث ليا على الداله عاد خدم عليها، يعني انت كتقلب على الداله غادي تخدم على الصور ديالك، يعني بصفه عامه حاول نعطيكم بصفه عامه كل ما يتعلق بالداله الخطيه، ونتمنى تراجعوا هذا الدرس مزيان وتلاحظوا مزيان، واي حاجه فمرحبا بكم اللي ما فهمش حاجه فمرحبا، ونتمنى يعجبكم هذا الدرس والتوفيق ان شاء الله.